اجتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. أوبن تطير. أريد دورا يا أوبن، أريد دورا. انتظر يا جائع، أريد أن أقفز أكثر. بكل أمان أو التقاط رائع. أنتم ماهرون في القفز، لكن سنطور مهاراتكم ببرنامج النجاة. في النهاية اقفزوا لالتقاط الفريسة عند عودتكم للبرية. تريدين قفزاً؟ انظري كيف أنطلق مع ريشي الرائع. أريد أعلى لا أسفل. جائع سعيد. لو كان لدي ريش لكنت مثل الطيور المحلقة. حسناً، ليس لديك ما يكفي من الريش لذلك. أعتقد أننا يمكننا إيجاد حل، صحيح يا صوفي؟ حسناً، أوبل وطيور الأوبل جوبل البرتقالية رغم عيشها فوق تلال باتاغونيا يبدو أنها تخاف من وصل العفن إلى العش. تخاف؟ أوبل جوبل البرتقالية لا تخاف أي شيء. لماذا لا تستطيع أوبل الطيران إذا أرادت؟ دعينا ندرس الأمر جيداً، سيكون ممتعاً. شكراً يا لوسي، لكن غمامة التنين لا تصلح، يجب أن نحصي الغيوم الذوابة أو الغيوم الرعدية بروفيسور نبيه المبتكر، لماذا تحديداً نحصي الغيوم في صف العلوم؟ ألا يجب أن نجري اختبارات كيمياء؟ لمعلوم لمعلوم آسف يا سيدي. لمعلوماتك يا صوفي، نفد مخزون الكيماويات والمدرسة لا تملك المال لمعدات العلوم، لهذا سندرس في الصف التالي أنماط الرياح والطائرات الورقية. طائرات؟ بروفيسور المبتكر؟ رأيتي؟ هناك أنواع كثيرة من الطيران. إنها اختراعات مدهشة. خطرت لي فكرة رائعة وأعجبت المبتكر. أنا المسؤولة عن تنظيم سباق طائرات لجمع المال لصف العلوم. سباق ماذا؟ ها هي طائرة تطير في الهواء، إنها طائرة كبيرة. مسابقة الطائرات، كلما حلقت الطائرات جمعنا من الرعاة مالاً أكثر. رائع، أنا سأشارك. حجمي مناسب، سأطير هكذا. وأنا موافق. ليس أثناء مسابقة الطائرات، إن هذا خطر شديد. ماذا إذا رأك المبتكر؟ علينا الانتظار وتجربة لاحقاً. أوبل جوبل البرتقالية لا تحب الانتظار. مسابقة صوفي للطائرات وسيلة رائعة لتمويل صنع أجهزة التعقب. لو كان لدي المزيد، ما كان يجب أن أنفق ثروتي على هذه المدرسة الفقيرة. ألا تمتلك أي خيال؟ لماذا يجب أن أفكر في كل شيء؟ كان عليك تركيب أحد الأجهزة في الطائرة. وجدتها، يجب أن أركب جهاز التعقب في طائرة. هكذا يمكنني أن أحدد مخبأ سكان الجرار وأمسكهم وأعيد لاسم العائلة مكانته. هذا ما ننتظره جميعا. ويوجد لدينا 20 راعي. أوبل تحتاج لحاء باركا كجيل. وسوف جائع للحبل. شكرا، يجب أن أصنع الطائرة. لكن صوفي تريد أوبل أن تنتظر الطيران. أريد الطيران الآن، سأفعل. طائرة أوبل، إنها جميلة، ليست قوية بما يكفي. أريد المزيد من الصوف. آسفة يا جائع، الطائرة تحتاج الصوف. نعم، لكن لا يعجبني هذا الأمر. كدت أفرغ، قريباً سأطير مع الطيور. ممتاز، مع المحرك طائرة تعقب الجرار ستبقى في الهواء أطول فترة. نعم يا سيدي، سنجمع الكثير من المال. هذا المفتاح يلف المحرك للرفع.
وهذا للتقطيع. جربه على البطيخة يا تشانغ. نعم بالطبع سكان الجرار، استعدوا، نهايتكم اقتربت. انتباه يا أصحاب الطائرة، أطلقوا الطائرة. طيري يا أوبل طيري. الهواء الطلق منعش، لا عجب أن الطيور تطير. أنا الأفضل، أحب الطيران. لا لا أحب الارتفاع، لم أعد أحب الطيران. أنزلوني، هيا 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 هيا. إنها أوبل، لا أصدق ذلك، فعلت ما تريده على أي حال. حسناً، عندما تتخذ قراراً ما يلاحظ الناس أمراً مريباً. انظروا يا رفاق، أضاف أحدهم مؤثرات صوتية، أليس رائعاً؟ تبدو خائفة للغاية. نعم، لكن فريد، أظن وجدنا شيئاً مفقود في الكتاب. ماذا؟ أوبل جوبل تخاف من الارتفاعات، لهذا السبب لديهم القليل من الريش. أوبل جوبل فقدوا الريش مع التطور، يجب أن ننزلها. سأتولى الأمر. تحتاج مساعدة، لنسحبها، لنسحب أوبل. السجوق، المشروبات، المشروبات، السجوق. تشانغ تعال. أعتقد أن هناك ساكن جرار في الهواء. انتبه، بسبب رياح قوية غير متوقعة مسابقة الطائرات تم إلغاؤها مؤقتا. سنطير الطائرات مرة أخرى. أمسكتك. ماذا؟ آسفة يا بروفيسور نبيه المبتكر. حسنا يا رفاق، علينا إنقاذ ساكنة الجرار. ستحتاجاني إلى هذا. اختبئ وراء الأوراق إلى أن تعيدها إلى الطائرة، سيدفع وزنك الطائرة إلى الأسفل. وجهها إلى هنا. استغاثة، استغاثة، ماذا يحدث يا تشانغ؟ سأنقذك. الطائرة ذات الأسنان تريد أن تأكلنا. أشعر بوجود ساكن جرار، علينا أن نكثف الجهود، سيكون يوما عظيما يا تشانغ. هيا يا ريشتين، تحرك تحرك يا طير. باركا بسرعة، عليك أن تنمو، التقطهما. سأرتفع عاليا. أمسكتهما، انتظرا هنا، هكذا. آسف. التقاط رائع. أيتها اللصة، هذا تصميم طائرتي. جائع أنقذني. أنت بطلي. أوبس. أوه. لقد خرجت الطائرة عن السيطرة. كيف يعمل هذا الشيء؟ اهرب يا تشانغ، اهرب، انها تتجه نحونا. استخدم البطيخ.
استخدم البطيخ. نعم يا سيدي. اهرب يا سيدي. افعل شيئا يا تشاي. تأكدنا أن طيور الأوبل تخاف من الارتفاعات. يجب أن أضيف هذا لبرنامج النجاة إذا كنا سنتدرب على القفز. الأوبل ماهرة في القفز، لهذا لدينا ريش لهبوط ناعم. أليس التطور رائعاً؟